ثوري كما يقول شباب الثورة أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون جر البلاد إلى اقتتال داخلي قد يؤثر على مكتسبات الثورة الشعبية. فالمظاهرات والاعتصامات لم تتوقفا في مختلف المدن اليمنية رغم الركود الذي أصاب الحراك السياسي، ولم يتراجع الثوار حتى الآن عن مطلبهم الأساسي وهو إنهاء نظام الرئيس صالح وتأسيس دولة القانون، كما هو الحال هنا في محافظة شبوة حيث جابت شوارع المدينة مظاهرة تطالب بمحاكمة من سموهم بقايا النظام وقتلة الأطفال. المطالبة بتقديم الرئيس ورموز نظامه إلى المحاكمة تجددت في مدينة تريم بحضرموت، حيث شهدت مظاهرة حاشدة تأييدا للمجلس الثوري ووفاء للرئيس اليمني السابق إبراهيم الحمدي الذي قتل في سبعينيات القرن الماضي. وجاءت الدعوات من أحزاب المعارضة لتنظيم المزيد من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد لزيادة الضغط على النظام الذي يحاول كما يقولون جر الثورة إلى منزلق المواجهة المسلحة. وكذلك دعت المعارضة إلى الخروج في مظاهرات تكريما لتوكل كرمان الفائزة بجائزة نوبل للسلام. في غضون ذلك تجدد القصف المدفعي على مدينة تعز من قبل القوات الموالية للرئيس صالح، وتحديدا في حي الروضة الذي تتواجد فيه شخصيات مساندة للثورة وفقا لمصادر الثوار. كما دارت اشتباكات مسلحة بين قوات موالية للرئيس اليمني ومسلحين من أنصار الثورة الشعبية في تعز أيضا، رافقها حدوث انفجارات متفرقة. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا قد يلزم فيه الرئيس اليمني ونظامه بنقل السلطة وإنهاء الأزمة. ويبقى عزاء اليمنيين في ثورتهم المثقلة بالجراح كما يقولون إنها كسرت حاجز الخوف عند الشعب وقضت على مخطط توريث الحكم في البلاد.